سوسياليس. بالقرابين والصلوات تحتفل بوليفيا بالسنة الجديدة للسكان الأصليين هنود الإنكا، حيث يتجمعون في مكان أثري كان لشعوب الإنكا في بامضة. هذا الاحتفال التقليدي يجذب الزوار للموقع الأثري لمشاهدة شروق الشمس، كما أن الكثيرين من شعوب أصلية أخرى يرتدون ملابسهم التقليدية متعددة الألوان والمصنوعة من الصوف للاحتفال بالانقلاب الشتوي. ستكون هذه السنة التي سنرقص فيها مرة أخرى، وسنكون قادرين على الاحتفال، وسنودع شيئا فشيئا الأشياء السيئة الموجودة معنا منذ بعض الوقت. وكانت حكومة الرئيس الحالي لويس أرسي والسلطات البلدية شكلت حزبا أطلق عليه ويلكاكوتي أو عودة الشمس، وهي اللحظة التي تكون فيها الأرض أبعد ما تكون عن نجمها وتعيد بدء الاقتراب السنوي. وبحسب تقرير سابق صادر عن وزارة الثقافة البوليفية، فإن الاحتفالات بعيد رأس السنة الأصلية تكررت في أكثر من 220 موقعا دينيا وأثريا في جميع أنحاء البلاد، حيث أقيمت في كل منها أنشطة وحفلات موسيقية مختلفة للترحيب بقدوم الشمس.